أحبي الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الثاني لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. لكن قبل أن نبدأ، نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع واضح لدى الجميع؟ إذن لنبدأ. بسم الله، واضح الآن؟ الصوت واضح؟ أخي ماجد، يمكن من عندك الإشكالية؟ طيب، إذن لنبدأ على بركة الله. كما تعودنا في اللقاء الماضي، سيكون هنالك بضع من الدقائق في أو قبل نهاية اللقاء، وذلك للإجابة عن أي استفسار قد يتبادر إلى ذهن أي منكم، ومن ثم نقوم بطرح الكوز، وهو عبارة عن سؤالين خفيفين لتقوموا بالإجابة عليهما. في هذا اللقاء نقوم بطرح مقدمة في بيان مفهوم التمويل والاستثمار. هناك مجموعة من المقومات الأساسية للقرار الاستثماري، من ضمنها الاستراتيجية الملائمة للاستثمار، وهذه تختلف باختلاف أولويات المستثمرين، والتي تتأثر بعدة عوامل، أهمها الربحية والسيولة والأمان، حيث أن الربحية تتمثل بمعدل العائد، بينما السيولة والأمان يتوقفان على مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة. هذا يجلبنا إلى تحديد أنواع المستثمرين. هنالك ثلاثة أنواع من المستثمرين. النوع الأول المستثمر المتحفظ، ألا وهو الذي يعطي عنصر الأمان الأولوية، أي أنه لا يقوم بعملية المخاطرة بالأموال، وإنما يعطي عنصر الأمان الأولوية، أي أنه يقوم ب الاستثمارات في المشروعات الأكثر أمانا. المستثمر المضارب هو النوع الثاني من أنواع المستثمرين، وهذا يعطي عنصر الربحية الأولوية، لأنه يقوم بالمغامرة برأس المال على أساس تحقيق الربح، ولكن قد يجره هذا إلى تحقيق خسارة. وبين المتحفظ والمضارب هنالك نوع آخر، ألا وهو المستثمر المتوازن، وهو الذي يوازن بين العائد والمخاطرة، أي أنه بين المستثمر المتحفظ والمضارب، والمسمى بالمستثمر المتوازن، وهو يوازن بين العائد والمخاطرة. من هذا المنطلق، على أي مستثمر لابد من تحقيق بعض من العوامل، من أهمها يتوجب تحديد الهدف الأساسي من العملية الاستثمارية. أيضا يتوجب على المستثمر قبل البدء بالعملية الاستثمارية تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، ومن ثم تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة، ومن ثم أو على ضوئه يتم اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة.
طبعا في عملية تقييم العائد المتوقع للفرص الاستثمارية المقترحة لا بد من عملية تعدد الخيارات أو الفرص الاستثمارية، لا بد من دراسة كل فرصة من هذه الفرص، وأن يكون الدارس لهذه الفرص لديه الخبرة والتأهيل الكافي، ومن ثم اختيار المجال الاستثماري المناسب، وأيضا عملية التنويع وتوزيع المخاطر الاستثمارية، ألا يوجه العملية الاستثمارية في مجال واحد، وإنما يقوم بعملية التنويع والتوزيع. هذا فيما يتعلق بالاستثمار. ننتقل الآن إلى الجانب الآخر من العبارة، وهي عملية التمويل، وهو يعرف بأنه الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها، ويشمل ذلك العناصر أو مجموعة من العناصر، أهمها التحديد الدقيق لوقت الحاجة للتمويل، متى سيحتاج ذلك المستثمر إلى الأموال، وأيضا البحث عن مصادر الأموال، من أين يحصل ذلك المستثمر من أو على الأموال، عن طريق ماذا. أيضا لا بد من معرفة وتحديد المخاطر التي قد يتعرض لها أي نشاط يزاوله ذلك المستثمر. هذا ينقلنا إلى استراتيجيات الممولين. هنالك مجموعة من الاستراتيجيات، هل يتم الاعتماد على ممول واحد، أم من الممكن أن يتم الاعتماد على أكثر من ممول، وفي نفس الوقت من الممكن أن بدلا من أن يكون ممولا لذلك المشروع أن يكون شريكا لذلك المشروع بماله. وقد يكون مشروع أو عملية تمويلية مشتركة من أكثر من جهة، أي أنها لا تنحصر على جهتين فقط أو جهة واحدة، وإنما تكون متعددة الجهات. وأيضا في ما يتعلق بالمشاريع الضخمة، قد لا تكون ممولة من قبل مؤسسات فردية، وإنما قد تتجاوز ذلك إلى أن تصبح ممولة من قبل مؤسسات دولية أو مؤسسات خاصة بأحجام كبيرة. في حالة تحقيق ربح لأي من المشاريع، فبالتالي يكون هنالك مصادر للإيرادات، أحد هذه المصادر وهو إيرادات المبيعات، وهي الناتجة عن النشاط التشغيلي الأساسي للشركة، وقد يكون عن طريق الإيرادات المحصلة من جراء العمليات الاستثمارية، أي اللي ذكرناه فيما مضى، الاستثمار بالأموال مثل بيع الأسهم والسندات، وقد يكون عن طريق العمولات المحصلة على الخدمات التي تقدمها الشركة، قد لا تكون منتجة وإنما تقدم خدمة، مثل على سبيل المثال تأجير السيارات أو الفنادق وخلافه، هذا هو يقدم خدمة وليس يقدم سلعة. كما أن هنالك مصادر للإيرادات، فإن هنالك مصادر للمصروفات، وقد تكون المصروفات قد تكون على شكل تكاليف التشغيل المتغيرة من أجور ومواد
وشراء الخدمات المتعلقة بالنشاط، وقد تكون تكاليف التشغيل الثابتة المتعلقة بمخصص الاستهلاك والإيجارات، وأيضا قد تكون ضمن الفوائد والتكاليف المدفوعة على الأنواع المختلفة من الديون مثل أوراق الدفع والقروض أو السندات وما شابهها. من هذا الحديث يتضح لنا أن هنالك جانبين للقرار المالي في الشركات، جانب الاستثمار وجانب التمويل. جانب الاستثمار يتمحور في مخرجات الشركة التي تحتاج إليها من الأصول، وبنوعيها الأصول الثابتة والأصول المتداولة، بينما الجانب الآخر من الجانب القرار المالي للشركة يتمثل في جانب التمويل، وهي مصادر حقوق الملكية وأيضا الخصوم والمتمثلة في الالتزامات المتداولة والالتزامات طويلة الأجل. إذن هنالك جانبين للقرار المالي في الشركات يتمثل في الجانب الاستثماري والجانب التمويلي. الجانب الاستثماري يتمثل في الأصول بنوعيها الثابتة والمتداولة، بينما الجانب التمويلي يتمثل بحقوق الملكية اللي هي رأس مال الشركة، وأيضا الديون التي على الشركة أي الخصوم بنوعيها المتداولة والخصوم طويلة الأجل. يتضح لنا في الجزئية الأخيرة جانبي القرار المالي للشركة أنها بمثابة الميزانية للشركة، حيث أن الميزانية لها جانبين، جانب الأصول والجانب الآخر جانب الحقوق الملكية والخصوم. نلاحظ أن القرار أو جانب القرار المالي للشركات نفس الجزئية يتمثل من جانبين، جانب الاستثمار وجانب التمويل. جانب الاستثمار أين تضع هذه الأموال، بينما جانب التمويل من أين ستحصل على تلك الأموال، من أين ستحصل على تلك الأموال وما هي مصادر الأموال. وكما ذكرنا في أثناء الحديث، يتوجب على المستثمر أن يكون عملية استثماراته متنوعة، وبقدر ما يستطيع أن يكون الجانب التمويل لديه أيضا من أكثر من جهة، وأن يلتزم بعمليات السداد، وذلك لكي لا تتوقف الشركات الممولة عن تمويله لاحقا. بينما في حالة عملية السداد أولا بأول، فإن الشركات ستثق به وتقوم بعمليات تمويله مرة أخرى وهكذا. هذا فيما يتعلق بالمفهوم للتمويل والاستثمار. نتوقف هنا للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم، وذلك قبل أن نقوم بطرح الكويز. فمن لديه أي سؤال؟ من لديه أي سؤال فليتفضل، المجال مفتوح لكم الآن. من لديه أي سؤال فليتفضل يتعلق بالمقرر. هنا أحدكم يسأل عن الاستثمار الناجح، هو الذي يتولد عنه تدفقات نقدية داخلة سواء كانت في شكل إيرادات تشغيلية أو رأسمالية أي أضيفت إلى رأس المال، وهذه تكون أكبر من تلك التدفقات النقدية الخارجة في سبيل شراء أو تأجير أو تشغيل هذا الاستثمار، مع أخذ القيمة الزمنية للنقود والمخاطر فيه الحسبة. نعم، ذكرنا في المحاضرة الماضية الاستثمار المالي، وهو عملية الاستثمار بالأوراق المالية.
أي سؤال آخر؟ أي سؤال قبل أن نطرح الكويز؟ إن شاء الله تكون هنالك عمليات استثمارية بين اليابان والسعودية في عمليات مشاريع كبيرة، وأن تكون عمليات اتفاقية لإيجاد مصانع داخل المملكة، وهذه المصانع قد تسهم في عمليات توظيف عدد كبير من المواطنين. أي سؤال آخر يتعلق بالمقرر؟ جاوبنا يا أخت دنيا. نعم، يقول هل هناك استثمارات في الأوراق المالية؟ كما ذكرنا، من ضمن الأوراق المالية الأسهم، فبالتالي قد تكون جزء من مساهمة أو الاستثمار للشركة هو البيع والشراء في الأسهم. واضح؟ وهذا هو الاستثمار المالي، نسمى بالاستثمار. أي سؤال يتعلق بالمقرر قبل أن نطرح الكويز؟ طيب، إليكم الآن الكويز، ومعنا بضع من الدقائق للإجابة على هذين السؤالين. على ذكر محاضرة الأربعاء لم تلغى، خليك معي. لدينا لقاءين بدءا من الأسبوع الحالي، سيكون هنالك لقاءين في الأسبوع، اللقاء يوم الأحد واللقاء الثاني يوم الأربعاء في نفس الوقت من الساعة 9:15 إلى الساعة 10 بمشيئة الله تعالى، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع. واضح؟ يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ذلك بناء على الجدول الذي أعطي لكم ومنصوص عليه في الموقع، موقع العمادة. واضح؟ إذا معنا لقاء بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء القادم. طيب، إليكم الكوز الآن. آمل من الجميع الإجابة عليه. تأكد من أنها سؤالين، تأكد من كونهما سؤالين. الآن الكويز أمامكم، آمل من الجميع الإجابة عليها بالشكل الصحيح.
طيب انتهى الوقت الآن، انتهى الوقت، وإليكم الإجابة على هذين السؤالين. ما ذكر لنا في السؤال الأول يقول المستثمر المتحفظ هو الإجابة الصحيحة، هو الذي يعطي عنصر الأمان الأولوية. والسؤال الثاني ذكر لنا أن الربحية تتمثل بماذا؟ بمعدل العائد، تتمثل بمعدل العائد، بينما الربحية والسيولة تتمثلان بماذا؟ ذكرنا أن الربحية تتمثل بالعائد، بينما الربحية السيولة والأمان يتوقفان على ماذا؟ السيولة والأمان يتمثلان أو يتوقفان على مدى تحمل المستثمر للعنصر المخاطرة. واضح؟ طيب أي سؤال يتعلق بالمقرر؟ طيب خليك معي حتى تتضح لنا المسألة. احنا ذكرنا هنالك نقطة أو أحد المبادئ تعدد الخيارات أو الفرص. طيب في حالة وجود أكثر من فرصة في العملية الاستثمارية، وهذا المستثمر لا يستطيع إلا الدخول بفرصة واحدة أي في مشروع واحد، ماذا يتوجب على ذلك المستثمر قبل الشروع في أي خيار أو أي فرصة من الفرص التي أمامه؟ ماذا عليه أن يعمل؟ دراسة المشروع من أي ناحية؟ ذكرنا أثناء الحديث قبل قليل. طبعا يتوجب عليه في البداية تحديد الهدف من إقامة ذلك المشروع، تحديد الهدف من إقامة ذلك المشروع، ومن ثم تجميع البيانات المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، وعلى ضوءه يقوم بعملية تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة. من هذه النقطة تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة، يتوجب عليه أيضا تحديد القيمة الأعلى، ليست القيمة المادية فقط، وإنما بجانبيها القيمة المادية والقيمة المعنوية التي قد تسهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي ينتمي إليه ذلك المستثمر وذلك المشروع. لأنه قد يكون بعض من المشاريع الاستثمارية قد تدر على صاحبها مبلغ من المال، ولكنها في نفس الوقت لا تمد بصلة للتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية للبلد.
نعم كالاستثمار المالي، وهذا قد لا يمد بأي صلة للتنمية الاجتماعية، وإنما يفيد صاحب المشروع فقط. طبعا بعد ما يحدد القيم هنا بعملية تقييم العوائد والمتوقع الفرص، يتم اختيار البديل الأفضل، يتم اختيار البديل أو الفرصة الأفضل التي تلبي الأهداف وفي نفس الوقت تكون مسهمة في العملية التنموية للبلد الذي ينتمي إليه ذلك المشروع. واضح، الجزئية واضحة. طيب أي سؤال آخر؟ أي سؤال؟ ما الذي أي سؤال؟ تفضل. أي سؤال يتعلق بالمقرر؟ طيب لدينا الآن سؤال آخر أو كوز آخر، أو قبل السؤال يقول هنا دكتور المحاضرة 8، تو على المحاضرة 8 أخوي إبراهيم، أنت مستعجل حتى في المنتدى، بعض الأسئلة تستعجل على طرحها، ولو تؤخر بعض من الأسئلة إلى حينه قد نقوم بالإجابة عليها من غير أن تقوم بطرح السؤال أثناء الشرح، قد يصلك الإجابة تكون أفضل لك. هو إلزامي على الشركة في حالة استخدام الأرباح المحتجزة، نعم، لأن هذه الأرباح المحتجزة هي لأصحاب أو المساهمين، ففي حالة عدم توزيع أرباح للمساهمين فمن حق المساهمين الحصول على أسهم منحة مجانية يسموها مجانية. واضح أخوي إبراهيم؟ طيب لدينا سؤالين أيضا في الكويز.
كويس. طيب سنطلع هنا على الكويز لأنه اختفى، وضعنا هنا واختفى، من يجيبنا على هذا السؤال؟ نقول المستثمر فراغ هو الذي يعطي عنصر الربحية الأولية أو الأولوية. من هو؟ نعم المضارب، حيث أنه يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. طيب السؤال الثاني يقول أحد الأسس العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري يتمثل في ماذا؟ أحد الأسس العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري تتمثل في ماذا؟ نعم مضبوط، الإجابة الصحيحة، حيث أنها تتمثل في تحديد الهدف وتجميع البيانات أو المعلومات، وأيضا لتقويم أو تقييم العوائد المتوقعة للفرص البديلة. وعلى ضوئه كما ذكرنا يتم اختيار البديل الأفضل الذي يحقق أهداف أو الهدف الرئيسي من إنشاء ذلك المشروع. طيب توزيع وتنويع المخاطر الاستثمارية هي أحد ماذا؟ تتمثل في ماذا يعني؟ تعتبر من أي المبادئ؟ عملية تنويع وتوزيع المخاطر الاستثمارية تعتبر من أي المبادئ؟ المبادئ الأساسية في ماذا؟ ليس للتمويل وإنما لاتخاذ، نعم لاتخاذ نعم فداء لاتخاذ القرار الاستثماري. قبل عملية اتخاذ القرار الاستثماري يتوجب على المستثمر أن يقوم بعملية التنويع لرأس المال. واضح. طيب الآن المجال مفتوح أمامكم، في حالة وجود أي سؤال ولدي أي سؤال فليتفضل. قبل أن نختم، أي سؤال يتعلق بالمقرر؟
ماذا تقصدين اختامنا؟ ليش؟ نعم الاستثماري والتمويلي. طيب أي سؤال؟ أي سؤال قبل أن نختم؟ طيب اليوم تعرفنا على مفاهيم للتمويل وأيضا للاستثمار وأيضا تعرفنا على جانبي القرار المالي لجانبي الاستثمار وأيضا جانب التمويل وأيضا تعرفنا على المبادئ الرئيسية لاتخاذ القرار الاستثماري، وبهذه الجزئيات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.